عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. سمحوا لي غبرت عليكم واحد شوية. اذا اليوم وقبل ما ندوزو لا نوفيل كوليكسيون، هذا الفيديو خاص بليكيداسيون وسولد ديال القطع الصيفية اللي غنبارطاجيها معكم. ما نطولش عليكم ونبداو الفيديو. اول قطعة هي عبارة عن واحد لا تونيك في الفيغ كريب، تونيك صيفية خفيفة توب نازل فيها هاد الزويوقات هكايا، دايره بحال دو بياس. هانتوما كيما كتشوفوا لا شوميز بوحدها لتحت وكيبقى الطرف الاخر من اللور، كتجي بهذا الموديل هكايا، كتجي رائعه في اللبسه. هانتوما بحال دو بياس دايره لاصقه. الوغ هاد لا تونيك لا طاي ديالها اونتر 40 و 42 و سولدي 280 درهم. لا كولور زوينه والثوب ديالها رائع، حتى في اللبسه كتجي شي حاجه كلاس. بالنسبه للطول كتجي تحت الركبه شويه. التونيكه الثانيه هي واحد لا تونيك بوردو، لا كولور ديالها الصراحه ماشي 100% بحال لا فيديو بيناتها شويه حمراء كما كتشوفوا. من القدام كتجي قصيره ومن اللور كتجي طويله، فيها هاد الزويوقات هكايا، فيها هنايا في الكول، وفيها بيان سور في الصدر. هاد لا تونيك طاي ديالها طاي 44، توب كريب نازل، كريب زوين كما قلنا، كتجي طويله من اللور ومن القدام قصيره. القدام ديالها كيجي تحت بلوتو حد الركبه، واللور كيجي تحت الركبه. بالنسبه للجونغ ديال هاد لي شوميز، بزاف الناس كانوا كيسولوني واش هاد لي تونيك يمكن نقصوهم. بيان سور راه عندي بزاف لي كليونط كياخذوا من عندي لي تونيك وكينقصوهم، يعني كاين اللي ما كيبغيش هاد الشيء من اللور، كاين اللي كيبغيها غاده طوله وحده، كاين اللي بيان سور ما عندوش يعني ماشي طويل بحال لي مانكار تبارك الله فيهم 1.78 الوغ كياخذ لي زارتيكل كينقصهم 10 دراهم 15 درهم عند اي خياط. المهم غير لا تونيك انك ما تقول ليش غتنقصيها من الجناب، هنا تقدر تخسر التونيك، يعني على حسب الخياط خصو يكون فريمون سبيسياليست. مي الطوله اوكان بروبليم، يعني الطول اي واحد ينقص لكم الطول. بالنسبه لهاد لا تونيك كما قلت طاي 44، الثمن ديالها سولدي 280 درهم، وكلا صافي طاي 44 ولو بري 280 درهم. صراحه زوينه، كتجي زوينه في اللبسه رائعه. دائما في اطار البوردو كاينه هاد لا تونيك اللي شويه البوردو ديالها فاتح على التونيك الاولى، فيها كول هكايا طالع، فيها التريزات، فيها اوسي فليليدات تريزات، وفيها بحال هاد لو ستيل مفرفره هكايا. التوب ديالها كريب زوين، كريب نازل، فيها واحد الحزيم اللي فيه هاد الشوشيات هكا، كتجي زوينه في اللبسه. راه غنخلي لكم كاع الصور ديالهم جانبا كيفاش دايرين. بالنسبه للثمن ديالها هادي همزه ليكيداسيون اي سولدي ب 250 درهم. بيان سور كتسد فيها السنسله زوينه، راه كيبان جو كوا التوب، راه كيبان كيفاش هابط ومبرد. كاينه اوسي هاد لا تونيك كتبان زرقاء، مي نورمالمون هي اون فيغ امرود، فيها هاد التريزات من هنايا، والفصاله ديالها كما كتشوفوا دايره بحال فراشه. شوف صاله ديالها بحال فراشه. بالنسبه للكميمات فيها هاد الكميمات هكايا فيهم فريفرات. هاد لا تونيك زوينه مستيليه، لا طاي ديالها 42، لو بري ديالها كان 350 درهم، دابا سولدي 280 درهم. غنخلي لكم بيان سور الصوره ديالها جانبا باش تشوفوا كي دايره في اللبسه. كذلك عندنا شوميز من ماركة عالية، شوميز قصيرة كتجي فوق الركبة شوية، اللون ديالها موف مغلوق، فيها تريزات هنا في ليديدات، فيها هاد لي مونش لي على مود هكا شوية واسعين،
Voilà. Alors, Hedi, la taille d'Irha, c'est la taille 44 ou liquidation totale 150 dirhams. Yani vraiment, Hedi, ou Hedi, mise à ne pas rater. Kedelik, l'ensemble, la couleur d'Yel au vert avec un pantalon beige, le rappel d'Yel le vert, bien sûr. Voilà, fille, un collier. Alors, Bensbel, l'ensemble, je vous la tunique, il me casse la douche. قصيرة وطويلة من القدام. هاد لونسومبر راه بزاف الناس اللي خداو من عندي هاد لو موديل، نقصوا لا تونيك لان السروال ديجا ليجيرمون لارج وهي طويلة، راه نقصوا لا تونيك. الوغ بالنسبة لهاد لونسومبل فيه بروموسيون 400 درهم او ليو دو 450، وبالنسبة لا طاي تلبسو مولات 40 او 42. يعني كما كتشوفوا لا تونيك راه فريمون 42 صغيرة، يعني اونتر 40 اي 42. كاين اوسي هاد لو هو في البلو سيال، ان هو دومي سيزون اللي كيجي طويل بحال اون روب قصيره من التحت، فيه فين ممكن تزيري السيوره. فوالا فين ممكن تزيري السيوره الا بغيتي تلبسيه سبور. غادي بسنيسلا قلت اللي بغا يزير السيور باش كترجع سبور. هاد لو هو فيه هاد التريزات هكايا في العنق et ainsi هابطين مع الكميمات. بالنسبه لهذا لو موديل كتلبسو من 38 حتى 42 صغيره، لو بري ديالو 300 درهم او ليو دو 350. كاين اوسي هاد لا تونيك فوشيا اللي فيها هاد الفصاله كما كتشوفو، فيها لاستيك في الوسط، فيها هاد الحزيم هكا بيان سور بصديفات، فيها لاستيك في الكميمات ومن اللور اي لي سامبل افيك داك لاستيك اللي دايز في الوسط. الوغ لا تونيك 250 درهم و لا تاي ديالها 42. هادي تلبسها ما بين 40 و 42 باسكو فريمون 42 ديالها صغير. ونختتم الفيديو ديال السولد بهاد لي دو بونطالون. الاول هو عبارة عن بونطالون غوس بال اللي فيه هاد لا بوند هكا هابطة بغيونت كيما كتشوفو، سي ان غوس بال فريمون بارد مبرد زوين. لا تاي ديالو 44 و لو بري ديالو 150 درهم، هذا اون ليكيداسيون. اوسي بيان كاين هاد لو بونطالون لارج، تنحيد الغوز باش يبان ليكم، في البيج لارج فيه تصديفات هنايا زوين بارد. لا تاي ديالو اوسي تاي 44 و لو بري ديالو 250 درهم بري سولدي. اذا بهاد لي دو بونطالون وصلت للنهايه ديال الفيديو ديالي. كما قلت لكم بديت معكم طونك باقي الجو سخون بلي ليكيداسيون اي لي سولد اللي كاينين في حويجات الصيف قبل ما ندوزو لحويجات البرد. ان شاء الله انتظروا الفيديو المقبل، فيه بزاف المفاجآت وفيه ان شاء الله اون كوليكسيون ديال ليفر. ما تنساونيش من لايك وبارطاجيو افيك لي زامي ولا فامي، والى اللقاء في فيديو مقبل.